امبارح بالمناسبه كان في رساله واضحه جدا من حضور الكابتن محمود الخطيب لتمرين الفريق. طبعا الرساله هي دعمه الكامل والمطلق لكل فرد من الفريق ومن الجهاز الفني. كابتن محمود الخطيب عقد جلسه مفتوحه مع الجهاز الفني ومع لاعبي الفريق، وطبعا اتكلم مع اللاعبين بمنتهى الوضوح، اكد لهم ان مرحله السوبر الافريقي ودوري الابطال انتهت. الفريق دلوقتي قدامه مجموعه من التحديات الكبيره في المرحله الحاليه بتخص بطوله الدوري وبطوله وكاس مصر والسوبر المصري. وطبعا شدد كابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيره في قدره كل اللاعبين على الحسم باقدامهم دون الانتظار لنتائج الاخرين زي ما هو معتاد عادة في النوع ده من الأمور. أضاف كمان أنه إذا كانت النتائج يعني لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة فده مش معناه أن الفريق مش قادر، لا، الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وعلى تحقيق كل ما يسعد جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. أكد كمان للعيبة والجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد معين من البطولات، ما بنستكفيش يعني زي ما بيقولوا، وقال أن الفترة القادمة أكيد محتاجة تركيز كبير ومستمر ومجهود مضاعف من كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف المنشودة، وإن شاء الله تتحقق عن قريب بإذن الله.